مفتاح الضغط على إسرائيل بشكل عام اللي هو الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية في المرتبة الأولى، ويلي الاتحاد الأوروبي. روسيا والصين خارج اللعبة، ما لهم مصلحة في هذا الموضوع، لأنه روسيا والصين لديها اتفاقيات دفاع مشتركة مع إيران، فإذا جرت إيران إلى مواجهة مع أمريكا في المنطقة هذا سيؤدي إلى حرب خارج المنطقة، وقد يعطي فرصة إلى الصين بأن تقوم باحتلال تايوان، مما يؤدي أيضا إلى زيادة في التصعيد. المفتاح الأساسي أيضا في يد القادة العرب، بس اللي شفناه بالقاهرة أمس وأول أمس يعني لا يبشر بأن اللي اجتمعوا لديهم أي سلطة بالتأثير على أمريكا أولا وعلى إسرائيل ثانيا. ليش أمريكا أولا؟ لأنه الآن القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية هي بإمرة الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا ضغطت على إسرائيل بأن تؤخر وتؤجل الدخول البري إلى غزة. طبعا أمريكا لديها معلوماتها، لديها مصادرها بأن الدخول البري إلى غزة سيكلف إسرائيل غالي. نضيف لها الحكي هذا أيضا أنه الجيش الإسرائيلي ليس بجاهز أنه يدخل في معركة برية.